السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم الذي يصل إليكم عبر شاشة الرافدين. نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نبدأ ملفنا الأول مشاهدين بالحديث عن القطاع الصحي في العراق، حيث وكما هو معلوم يعاني من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم ولعائلاتهم، بعدما أدى الفساد والفشل الحكومي إلى نقص الطواقم الطبية ونهب مخصصات الرعاية الصحية لصالح الفاسدين في الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة سياسيا. وكشفت تقارير حكومية أن تكاليف سفر العراقيين لتلقي العلاج في الخارج تقدر بمبلغ يتراوح بين 750 مليون إلى مليار دولار سنويا بسبب تهالك المستشفيات العراقية وخلوها من المعدات الطبية المتطورة وسوء الخدمة فيها. وبات مشهد انتظار المواطنين في طوابير داخل المستشفيات فضلا عن افتراشهم الأرض لعدم توفر مقاعد لجلوسهم من المشاهد المألوفة، خاصة في مستشفيات البصرة المدينة الغنية بالنفط والتي يفتقر سكانها لمستشفيات تليق بهم. فالمشاهد وضع هؤلاء المفترشين للأراضي من المواطنين العراقيين ينقش للعيون مستشفى القرنة، هاي العالم قاعده بالقاع تقول مساجين، مو تقول مثلا قاعد جاي يراجعون، شوف قعدتهم كل قعداتهم هاي اصلا موجوده، هسه هذول يعني بداوا يدخلون الطبيب وقلل من عددهم، ولكن شوفوا حالهم هذا حال موجود عندهم في يوم قسم العيون مستشفى القرنه، هاي العالم قاعده بالقاع تقول مساجين، مو تقول مثلا قاعد جاي يراجعون، شوف قعدتهم كل قعداتهم هاي اصلا موجوده، هسه هذول يعني بداوا يدخلون الطبيب وقلل من عددهم، ولكن شوفوا حالهم هذا حال موجود عندهم. مع الأسف، وتعد وزارة الصحة من بين أكثر الوزارات فسادا، وطالما كشفت صفقات شراء معدات غير لازمة وتم إهمال تغطية الحاجات الأساسية التي يفترض توفرها عادة في المستشفيات. وتجمع مصادر سياسية وهيئات دولية أيضا على أن نظام الرعاية الصحية الفاسد في العراق يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية. في البصرة كذلك تتجلى صور الفساد بشكل واضح، إذ تفتقر المستشفيات في المدينة لأدنى مقومات البيئة النظيفة جراء الإهمال والفساد الذي كان من صوره أن تطفح مياه الصرف الصحي في إحدى مستشفيات المدينة وتدخل إلى صالات ومرافق المستشفى ومنها إلى الغرف المخصصة لأجهزة الأشعة، الأمر الذي قد يهدد هذه الأجهزة بالتعطل، ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة المترتبة على ذلك. فلنتابع إذن مياه الصرف الصحي إلى أين وصلت. يا جماعة صديق جديد، هاي صارنا سنتين على هالحالة، هاي الأشعة خيسة تكتل، خيسة الأشعة تكتل، الأجهزة الماي طبعا الأجهزة، ها طبعا الأجهزة، طبعا ها شوفوا ها طبعا الأجهزة، اذا احترقت الاجهزه ما لنا علاقه، احنا ما هي مسؤوليتنا، المسؤوليه اللي يتحمل مسؤوليتها قاعد نبلغهم سنتين ما قاعد يسوون احد، خوش راح نعزل الاشعه بعد حتى ما نشتغل. إذن أيضا في نفس هذا السياق، في ذات هذا السياق، كشف نقل مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين لتلقي العلاج في دولة الكويت بعد إصابته في المباراة مع عمان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كشف عن الواقع الصحي المتردي للبلاد بعدما عجزت محافظة البصرة عن تقديم العلاج لنجم المنتخب في مستشفياتها. وتساءل مدونون عراقيون ونشطاء عن مصير المواطن العادي الذي لن يتمكن بطبيعة الحال من السفر على وجه السرعة لتلقي العلاج في دول الجوار، كما حصل مع نجم المنتخب أيمن حسين الذي نقل على عجل إلى الكويت بتوجيه من أعلى المستويات في اتحاد الكرة والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني. وقالوا إن ما حصل يمثل فضيحة، لا سيما أن البصرة تمتلك 5 مستشفيات حكومية وأكثر من 7 مستشفيات أهلية،
لم تمكنها جميعاً من تقديم العلاج المناسب وفق التقييمات الطبية لافتقارها للأجهزة المتطورة اللازمة للتعامل مع حالة اللاعب. وعد الكثير من المتفاعلين مع القضية أن ما جرى يمثل سلوكاً مهيناً، وفيه اعتراف ضمني بعدم إمكانية القطاع الطبي العراقي من تشخيص ومعالجة الحالات الطارئة المشابهة في بلد نفطي وذي موازنات انفجارية لكن لا تتوفر فيه أجهزة حديثة ومتطورة، وسط حالة من الدهشة والصدمة من ضعف البنية التحتية الطبية. وتحول اتصال رئيس حكومة الإطار التنسيقي بأيمن حسين للاطمئنان على صحته إلى مادة لسخرية العراقيين، كما سنشاهد في هذا المقطع قبل عرض التعليقات كيف سخر العراقيون من رئيس. السلام عليكم. السلام، حياك الله. الحمد لله على السلامة. حياك الله، حياك الله رئيس الوزراء. طيب ان شاء الله. طيب خاطرك والله يحفظك. يا معود كل خير. الله يسلمك. الله والله نظيف من السفر. ايه. بجل. ان شاء الله ان شاء الله خفيفة. بجل. طمنا من خلال الاتصالات. عقب ايش؟ غير التموت. الحمد لله الحمد لله. غير التموت وصلت الموت. الله بالصحة والعافية. بدل ما يسافرون الكويت يكون اكو مستشفى بالبصره، ام المليارات التريليونات. لا لا بسيطه بسيطه. مو بسيطه، مو شغلات بسيطه. ان شاء الله ان شاء الله. الله يشافيك. احنا بعد قدامنا مشوار. ما يخالف. سيارات والمونديال، والمونديال ان شاء الله. اي بس غير سوينا مستشفى نتعالج فيه بالبصره، طلع تريليونات يوميه. ان شاء الله. يعني هذيك احنا بنفوز والهدف غايه. انا وصلت الموت، الله وكيلك وصلت الموت. والحمد لله المرة الرقصة ما في الهدف هي ما فيها طرد. هي ما الرقصة، مو ما الرقصة وضحك يا رئيس الوزراء. سوينا مستشفى. ايه جبالك ايه. سوينا مستشفى خلينا نعالج بيه. البصرة تريليونات، البصرة مليارات، انت ملتهي بس بالجسور. يا اخوي يا بعد عين. رئيس الوزراء مشي عليك العباس. سوينا مستشفى. اكبر الكويت وقال قضاء الشطرة. سافرونا إلها. يعني شر البلية ما يضحك. إذا كيف تفاعل العراقيون مع هذا الموضوع؟ نقرأ في التعليقات. مروان ابن عدنان يقول شر البلية ما يضحك. دولة مثل العراق وخيراته وحضارته الذي عمره آلاف السنين ما بمستشفى. والله حرام عليكم يا من تحكمون هذه البلاد، واللي قل لك أكو بغداد بس الكويت أقرب، ليش مو بالبصرة أكو مستشفى؟ إذن علي الشريف الحلاق يقول أيمن حسين طلع من مستشفيات البصرة لن ما بيها خير، وراح تعالج في الكويت. مع الأسف الشديد إن البصرة بلا صحة، مستشفيات تعبانة، وش قد عنا مرضى جاي يموتون بيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أبو أديان علي يقول أيضا لا الحلاوة، حتى التشخيص مالهم طلع غلط، والله فشل. محافظة شكبرة ما بيها مستشفى. صادق الكناني علق قائلا والله كون واحد يخلي طين على راسه. زين نفترض لاعب من دول الخليج نفس الحالة صارت عنده، شلون يموت عندنا؟ إذن أبو حسن أيضا علق قائلا حقيقة مرة، البصرة اللي مغذية العالم بالنفط والمليارات ما بيها مستشفى. محمد الطائي علق قائلا لقد أسمعت لو ناديت حيا، الجماعة ملتهيين بتوزيع الكعكة، لن يعرفون ما دوم الهم، لابد من زوالهم إلى مزبلة التاريخ. إذن هذا محمد الطائي كان آخر التعليقات على هذا الموضوع. وبهذا التعليق نذهب إلى ملفنا الثاني، حيث نبقى بالبصرة ولكن إلى أجواء المباراة التي شهدت إصابة اللاعب أيمن حسين، والتي كانت على أرض ملعب جذع النخلة مع عمان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث اشتكى عراقيون من سوء التنظيم الذي رافق المباراة والمبالغ الكبيرة أيضا التي فرضت على الجمهور، حيث وصل سعر تذكرة المباراة إلى 30,000 دينار عراقي، فضلا عن وصول سعر قنينة الماء أو كأس الماء الصغير البلاستيكي إلى 1,000 دينار بنحو 10 أضعاف سعره خارج الملعب. فالمشاهد كيف علق أحد هؤلاء الحضور
والمتفرجين على هذا الموضوع. البطاقة ب30,000 دخولية، وهذا القاحد ب1,000 دينار، الله يرضاه السوداني أسعد العيداني، هذا القطعة الوحدة ب1,000 دينار داخل الملعب، دخولية ب30 قلنا بالله عادي، بس هذا ب1,000 دينار تبيعونه وين ترحون الله؟ وين الرقابة؟ ليش؟ يعني الساعة شوف هاي الناس كلها، أنا أقول لك الله كلك كاتل العطش، يعني الله ما يرضى يطب 30 ويشتري هذا ب1,000، الله ما يرضى، هذا ب1,000 دينار الواحد يبيعونه، بالعافية عليهم. إذن وكانت الصدمة الأكبر حقيقة مع قرب بدء المباراة، فمنذ لحظة الدخول إلى المدينة الرياضية أجبر الحضور على السير أكثر من 1.5 كيلو من الأمتار للوصول إلى البوابات التي توصلهم إلى داخل ملعب جذع النخلة. وفقا لشهادات الجماهير، فقد كان مسؤولو البوابات ينتظرون أن يحتشد الناس بالآلاف حتى يفتحوا لهم منفذا صغيرا يتدافع حوله الصغار وكبار السن الأقل قدرة على تخطي الحشود. كما لم تتوافر حافلات لنقل المشجعين في هذه المسافة الطويلة حقيقة، التي استغرقت أكثر من 1.5 ساعة من المشي قبل الوقوف في طابور يتخطاه أشخاص يحملون بطاقات تعريفية خاصة حصلوا عليها عبر الواسطة، الأمر الذي جاء على حساب من اشترى البطاقات. وكان المؤلم وفقا لمن لم يتمكن من الدخول إلى الملعب أن الآلاف من الحضور لم يتمكنوا من دخول المدرجات ورؤية المباراة بسبب اكتظاظ الملعب، والسبب هو دخول الكثيرين من دون بطاقات، كما تجاوز عدد البطاقات المباعة قدرة الملعب الاستيعابية على الرغم من شراء هؤلاء للبطاقات بأسعار مبالغ فيها، كما ذكرنا في فوضى تعيد للأذهان ذات الفوضى في بطولة كأس الخليج في ملعب جذع النخلة، حينها وعدت السلطات بأن الأمر لن يتكرر، ولكنه كما نرى هنا يتكرر مرة أخرى، فلنشاهد. يعني جاي من بغداد لحد البصره ومشتري بطاقه ب40,000، وفوقها ما يدخلوني، مو بس انا والعوائل، شوف العالم شوف، وما يجون باحترامي واخر، لا كله بدنا التالي يضرب فيه، ليش بويه؟ شو مسوين احنا؟ احنا جايين بس نشوف اللعبه، الله لا يوفقكم ان شاء الله. اذا كيف كانت التعليقات على هذا الموضوع؟ فلنقرا معا تعليقات العراقيين. أحمد ياسين علق قائلا: مع احتراماتي لأهل البصرة، لكن المسؤولين على ملعب جذع النخلة ولا يم التنظيم. أيضا منتظر العراقي قال: كل مباراة تتكرر بالملعب أو الملعب 60,000 مقعد، يطبعون 100,000 بطاقة، يستغلون الفرصة. إذا كرار راقي أيضا يقول: مهزلة، ويقول لك العراقي يتطور بشنو يتطور؟ إذا احنا لعبة كرة قدم ما نعرف ننظم، وكلها تبيع فوق العدد المحدد، وعالم تدخل دون تذاكر. مهيمن قال: طبعا إذا بايعين بطايق أكثر من المقاعد، بس أهم شيء يمشون البطايق، يعني اللي يجي من وقت يحصل مكان، واللي يتأخر يضل برا ولو مع بطاقة. الدكتور أمين ويليام يقول: والله صحيح، مهزلة صارت، بدون تذكرة دخلوهم، أفشل تنظيم بهذه اللعبة شفته. أما اللي على الأبواب من منتسبين وضباط، البعض منهم حرامات بالراتب بالقرآن، لا ثقافة لا منطق ولا معرفة. أيضا عبد القادر يقول: نعم هذا الذي حصل ويحصل، بيع بطاقات أكثر من استيعاب الملعب، إضافة لدخول مواطنين بدون بطاقات، والعلاقات هذه تحدث ولا تستطيعون السيطرة عليها، لأنكم لستم قادرين على إدارة هكذا أحداث، كما قال عبد القادر.
إذن هذه كانت التعليقات على موضوع الملاعب والفوضى التي تعم الملاعب. إذن معنا اتصال أبو عمر من بغداد، حياكم الله أخوي أبو عمر. حياك الله أستاذ عبد الرحمن وتحياتي لقناتكم العظيمة وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياكم الله. أشكرك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، بالنسبة الوضع المصري اللي أدى من 2003 ولحد الآن، وضع الوزارات اللي موجودة يعني من ضمن الوزارات المهمة هي وزارة الصحة. وزارة الصحة اللي هي مسؤولة سبب أرواح المواطنين بالعراق، يعني للأسف هاي الوزارة ما بها لا نقدر نقول دكاترة اختصاصيين، ولا نقدر نقول أكو دعم من وزير الصحة أو رئيس الوزراء إلى هاي الوزارة. هاي الوزارة يعني إلها أرواح العالم وأرواح يعني أجيال، أرواح يعني كل المجتمع اللي يخص كل المستشفيات الحكومية بغداد وكل محافظاتنا الحبيبة. للأسف إحنا نلاحظ بس كثرة الوفيات وكثرة ناس أعداد المرضى وأمراض المزمنة والأمراض السرطانية اللي متعمدة نشوفها من غاز الميثاق بالبصرة وباقية الغازات اللي محافظاتنا. هذه للأسف، هذه لو كان أكو حكومة يعني تعتمد على روح المواطنة وروح يعني بحيث إنه المواطن ما يتأذى من هاي الغازات السامة، ما يتأذى من يكون يطب للمستشفى يلقى يكون إلى علاجه، يكون إلى وضع خاص، بس للأسف ما نلاقي أي علاج وما نلاقي أي وضع خاص. طيب أخوي أبو عمر، أين مكان الخلل برأيك؟ يعني هل هناك نقص بالكوادر الطبية؟ هل هناك نقص ب يعني هذه الميزانية المطروحة للقطاع الطبي والصحي؟ ما يعني أين تكمن مكامن المشكلة برأيك؟ أستاذ عبد الرحمن، إحنا نعرف المحاصصة والسلطة الأحزاب وكل اللي ما تحمد الوزارات هي أصبحت بيد الأحزاب وبيد الفاسدين. للأسف أرواح العالم ما بعد لهم أي مهمة. يعني عندنا إذا تجي من ناحية الخريجين من ناحية الكفاءات، عندنا شباب اللهم يحفظهم قاعدين يتخرجون ودراسات، يعني دراسة تامة يدرسون. للأسف هذول الطلبة والخريجين ما يلاقون إنه وظائف يعتمد عليهم وتعتمد عليهم الدولة. نشوف يعني قبل فترة كيف قابلتهم قوات الشباب وكيف قابلتهم قوات أمنية بتفريق هاي التظاهرات وأذتهم، أذت البنات وأذت الشباب. هاي يعني من العيب والمعيب ان يكون شاب طالع على حقه يخدم شعبه ويخدم دولته ويخدم وزاره اللي هي من ضمن تخصصه. يعني نلاقي هذا يعني التعدي على روح المواطن العراقي، هذا يعتبر خزي للدوله العراقيه والحكومه العراقيه. نفس الوقت احنا المواطن دي يريد يخدم بلده، دي يريد يخدم شعبه، دي يخدم مواطنه. عندنا ميزانيه زايده، عندنا ميزانيه تفيض يعني تعيش اربع دول. صحيح. ليش احنا هسه عندنا دكاتره يجون من سوريا او من لبنان او من بقيه الدول؟ ليش احنا عندنا دكاتره دي ينهزمون بسبب الوضع الامني وبسبب هاي الاعذار وبسبب تهديهم التهديدات اللي صارت على يعني بعض الاطباء؟ لو ينضمون معاهم ويكونون مستشفياتهم الحكوميه لو يتم يعني اعتقالاتهم ولو يتم خطفهم. طب هل هذه يعني هذا الاستهداف وهذا التطفيش باللهجة العامية، هل هو من باب الصدفة أم أنه متقصد لتسقيط القطاع الطبي وكل القطاعات في العراق برأيك؟ أستاذ هذا موضوع الأطباء موضوع متعمد متقصد. تنشوف هسه ليش التسهيلات من قاعدين يروح يعني المرضى عندنا بالعراقيين والله هم شافوا جميع المرضى يعني يروحون فتحة الجارة الإيرانية جارة السوق، يعني دي على مود يستفادون، تستفاد إيران وتستفاد باكستان وبعض الدول، احتراماتي لبعض الدول. للأسف إيران هي اللي دمرت العراق وهي اللي قاعد نشوف الوضع اللي يعني أكثر هروب الأطباء من سبب هذه الأحزاب، ونشوف العلاج اللي صارت من أمراض المزمنة والأمراض اللهم يبعد يعني نسمع عليها أمراض ما كانت إنه موجودة بالعراق سابقا. يعني هسه كثرة الأمراض عندنا، كثرة الأمراض بشكل يعني دي يروح لدول يعالج نفسه لو يلاقي العلاج، لو ما عنده الإمكانية اللي يروح يسافر بيها ويعطونه العلاج.
للأسف إحنا دنشوف هاي القدرات هاي من عند روع المواطن، المفروض هي تتحملها الدولة، تتحملها وزارة الصحة، يعني على سفر المواطن، على علاجه، على السبب إنه الوضع. ربما هذا كان أقل الواجب. هذا أقل ما واجب يعني يكون، يعني تروح تطلب، مو يحتار بأمر المواطن يروح يتداين أو يبيع له فد شيء أو يتقرض من المال ومجرد يروح يعالج نفسه. العلاج ما رايح يكفي، السفر وراء أمور يعني كثيرة. للأسف هاي المفروض تلجأ بيها الحكومة وزارة الصحة، بس للأسف إحنا ما نشوف مثل ما قلت لك كثرة الوفيات عندنا، وكثرة يعني للأسف من أطفال رضع، من شيوخ، من نساء، يعني أبسط الأمور من تروح إلى مستشفى أو أي عيادة تلاقيها أوبرة قزاز ما عندهم، بلاستر ما عندهم، يعني هاي للأسف مواد تخدير ما عندهم. طيب من تكون هيك وين يروح المواطن إذا هو ضعف الحال وضعف المعيشة والفقر اللي أصبح عندنا بالعراق من 2003 ما يعني فوق يعني أكثر من 15 إلى 20 مليون يعني تحت خط الفقر. هاي المفروض وزارة التخطيط تحسب هاي الإحصائية كيف دعمها، يعني بصيغة إنسانية بصيغة مودية، بس للأسف هاي الأمر الإنساني ما نشوفه يعني أبد يعني كثير من ناسنا ما عندهم. أنا أشكرك وتحياتي. شكرا جزيلا أبو عمر من بغداد. إذن بهذا ننتقل إلى ملفنا الثالث، حيث يبدو أن الفساد الذي طال معظم المؤسسات الحكومية في العراق لم يستثني هيئة الحج والعمرة، فرغم قربها من المسائل الشرعية واحتكاكها برجال الدين فإنها تنال لغطا واعتراضات لاذعة بسبب الاحتيال في أداء واجباتها، كما وصفها كثيرون من الذين اعتبروها غير منصفة ولا نازكة. ولعل أبرز ما طاله الانتقاد قرعة الحج الإلكترونية التي كان من المفترض أن تكون الأولوية فيها للمسنين وأصحاب الطلبات المتكررة في السنوات السابقة، قبل أن تكشف القوائم أن النسبة الأكبر ذهبت لصغار السن ومن هم من مواليد الألفينات، الأمر الذي دفع بالكثير من المسنين إلى المناشدة لإعادة تنظيم القرعة. ومن بين هؤلاء المسنين هذه المناشدة لسيدة مسنة من كربلاء، فلنتابع مناشدتها التي أطلقتها لهيئة الحج. أنا خمس مرات مقدمة للحج، وعمري يعني صار تقريبا 80 وما اقرا اسمي. ليش يطلع بالقرعه الشباب واحنا الكبار ليش ما يطلع اسمي؟ ثانيه صار لنا سنين. تدري انت يا ابني المسعودي، انا من يطلع من حجاج يصير بيا دموعي يقول ممكن تنكسر ابني سنه على سنه. ايام كورونا صارت وماكو تسجيل. احنا شنو ذنبنا الكبار؟ وقت الشروع أنا أشتك يا ابني، أنت مثل ابني، أنا أشتك أنا وأنا أشتك الله وأنت، شوف النجاح، يعني هاي ثلاث سنين إحنا مكتش بعد نصر عمر 90 سنة، كبار مثلي أنا قلت كبار ما راحت، والشباب راحت ليش؟ أذكر بالكبار ما أسوي قرعة للكبار، أسوي أطلعهم كبارهم والشباب أسوي لهم قرعة، اللي يطلع لأطلع يرفع، بس إحنا شنو ذنبنا؟ وفي هذا السياق أثر مواطن آخر لم يظهر اسمه في قوائم الفائزين بقرعة الحج والعمرة للأعوام 25 و26 و27 مسألة ذهاب نحو ثلث إلى نصف أعضاء مجلس النواب، فضلا عن مئات آخرين من المسؤولين في المناصب التنفيذية مع عائلاتهم إلى الحج ومزاحمتهم للمواطنين العاديين الذين ينتظرون عدة سنوات حتى تأتيهم فرصة الحج، بينما يذهب النائب والمسؤول مع عائلته إلى الحج بشكل دوري سنوي، وهو ما ينقص من حصة الحجاج المقررة للعراق. ولفت المواطن في مقطع مصور إلى ضرورة معالجة هذا الأمر لكي تذهب حصص هؤلاء لمن يستحقها من المواطنين، لا سيما من كبار السن ممن يأملون في كل عام الذهاب للحج دون أن يظفروا بهذه الفرصة. فالمشاهد، المفروض الأولوية للي أعمارهم السبعينات ومن بعدهم الستينات ومن بعدهم الخمسينات وهكذا. أنا عمري 40 سنة قدمت ما أطلع اسمي، عمي لا يطلع اسمي، خلي يطلعون كبار السن. أنا بالأربعين سنة أقول خلي يقدمون اللي أعمارهم سبعينات وستينات علي أنا،
مو طلعوا لي طلاب ابنائنا عزائنا مواليد الفينات تسعينات بعد وقت وراء عمر طويل ان شاء الله ويروح للحج. شنو هذا الحكي؟ معقوله البركه بعض مجلس النواب كل سنه تودوهم للحج؟ ما ادري انا شنو هذا الموديل مال كل سنه ناس تروح للحج وناس ما رايحه للحج. ناس مستاءة امس قمه الاستياء عند الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واحد يقول انا من 2004 اقدم على الحج ما طلع اسمي، واحد يقول انا من 2012. إذن وصور مواطن آخر عددا من أوراق تقديمه على الحج منذ سنوات طويلة دون أن يفلح بالحصول على مقعد يؤهله للذهاب لأداء الفريضة التي يتمناها كل المسلمين. واتهم المواطن هيئة الحج والعمرة بالفساد مطالبا بإعادة القرعة على غرار الأصوات الأخرى. فلنشاهد قبل الذهاب إلى التعليقات. أشكو همي وحزني إلى الله. إخوان، هاي وصولاتنا مال الحج والعمرة من زمن الجعفري لليوم، كل ما ينفتح التسجيل نقدم، وهاي وصولات وصكوك وكله كامل، وأعمارنا تجاوزت 60 وما طالع أسامينا. فإلى الله نشكو همنا. قرعة الحج لا تخلو من الفساد. كيف تفاعل المواطنون مع هذا الموضوع؟ فلنتابع. إذن علاء الحجيمي يقول قرعة غير منصفة، أفضل شيء الإعادة. ما معقول واحد عمره 18 سنة يقدم حج ويطلع اسمه و70 سنة وأكثر ينحرمون. أيضا محمد الجبوري قال قرعة باطلة ونطالب بإعادة القرعة أمام الناس مباشر ولا نثق بكم بعد الآن. أم حسنين تقول يعني والله ظلم، اللي مسجل أكثر من سنة وعمره مستحق وما يطلع اسمه، واللي عمره صغير يطلع، شنو من قرعة؟ لازم تنعاد القرعة. أحمد الفتلاوي يقول يفترض أن يتم مراعاة المسجلين سابقا ولأكثر من مرة ويتم قبولهم دون قرعة. هذا كان رأي أحمد. علي جميل يقول القرعة بغبن بحق كبار السن، نرجو إعادة النظر لكونها ظالمة ومجحفة بحق كبار السن. والدي مقدم على قرعة على مدار 20 عام ولم يظهر أين الأولوية بحقهم، أعمارهم تجاوزت فوق 60 عام. إذن حسن الأسدي أو الأسدي يقول المفروض يصير السن القانوني للحج من عمر 40 سنة فما فوق وإعادة القرعة. إذن هذه كانت التعليقات على موضوع الحج والقرعة، قرعة الحج الإلكترونية. إلى الملف الأخير لهذه الليلة مشاهدينا، إلى ملف استمرار الفساد في مطار بغداد الدولي الذي يعاني من الإهمال والتخريب المتعمد بسبب الصراع بين الأحزاب السياسية المتنفذة عليه، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بتعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة لحكومة السودان وإدارة مطار بغداد الدولي بعد تداول مقطع مصور لزحام داخل صالات المطار بعد تعطل الحزام الناقل للأمتعة والحقائب. وشهد المطار الذي بات عنوانا كبيرا للفساد الحكومي زحاما بين المسافرين بسبب عطل في جهاز فحص الحقائب في المطار، وذلك وفق أحد المسافرين الذين وثقوا الحادثة. وبينت الصور واللقطات المصورة من داخل مطار بغداد الدولي حالة الزحام الكبيرة بين المسافرين في صالة المطار. إذن مشاهدينا فلنشاهد هذا الزحام في مطار بغداد. هاي العالم كلها صار ساعة واقفة على الجنط، الجهاز عاطي. مطار بغداد العراقي صار ساعة هاي العالم واقفة باعها، جهاز مال الجنط عاطل، ما حد يسوي. وانتقد مراقبون وناشطون عراقيون غياب الدور الحكومي في وضع حد لاستمرار الأعطال والفوضى داخل مطار بغداد الدولي بين فترة وأخرى، متهمين جهات متنفذة بالوقوف خلف ما يحصل.
ويقول المراقبون والناشطون العراقيون إن العمل على تخريب العراق ومؤسساته الرئيسة بطريقة ممنهجة مستمر ولن يتوقف في ظل الصراع القائم بين الأحزاب وميليشياتهم للاستحواذ على المال العام والسيطرة على مراكز النفوذ والثروات وتبعية هذه الأحزاب لإيران وعملها ضمن سياسة تهدف للانتقام من العراق ونهب خيراته وتحويله إلى أرض خراب. من جهته وثق ناشط هو الآخر جانبا من معاناته خلال انتظار استلام أمتعته لمدة ساعة ونصف الساعة في وقت تجاوز فيه مدة الرحلة الداخلية والتي لم تستغرق معه أكثر من ساعة واحدة. فلنشاهد ماذا قال قبل الذهاب إلى التعليقات. يعني بشرفكم الرحلة ساعة وإحنا ساعة ونص على الجنط، ساعة الرحلة بالطيارة وصار لنا ساعة ونص على الجنط، يعني هاي الله يقبلها؟ صار لنا ساعة ونص على الجنط؟ يعني بشرفكم الرحلة ساعة وإحنا ساعة ونص على الجنط، ساعة الرحلة بالطيارة وصار لنا ساعة ونص على الجنط، يعني هاي الله يقبلها؟ صار لنا ساعة ونص على الجنط؟ أيضا كيف تفعل العراقيون المعلقون على هذا الموضوع؟ فلنشاهد معا. سعد سعدي قال مهزلة جديدة تضاف إلى مهازل المطار والخطوط. أيضا أم فاطمة مرتين، هو آني باقو شنطي عيني عينك وتالي قول كاميراته عطلانة من طاح حظ هيك مطار. إذا ورود القيسي قالت أيضا يومية في المجديد، والله عيب عليكم مطار إش قد ما تقدرون تضبطوه. رحمة أحمد تقول مطار بغداد من أفضل المطارات كان، ليش هيك دي صاير بيه؟ أكو ناس متقصدة التسقيط. علي جعفر يقول مطار ديرو ميليشيات تابعة لإيران، شنو تنتظرون منها؟ إذا سناء محمد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المطار واجهة بغداد عاصمة العراق، كم هو مخزن ومعيب ما يحدث لهذا المطار. إذا هذا كان تعليق سناء وبها نختم هذا الموضوع. يبدو أن العراق في السنوات الأخيرة يدور، أو قبل أن نذهب إلى هذا الملف نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. حياكم الله من جديد مشاهدينا. إذا معنا عبد الرزاق من بابل، حياكم الله أخوي عبد الرزاق. السلام عليكم، شو أستاذ العزيز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عبد الرزاق. ما الموضوع الذي تود الحديث عنه؟ هل هو عن ملاعب العراق وهذه الفوضى التي تزخر بها هذه الملاعب، أم عن الموضوع الصحي أخي عبد الرزاق؟ كل المواضيع هي شاغلنا وهمومنا، لأنه للأسف الشديد أستاذ العزيز اليوم العراق ما بمنجز، يعني المواطن العراقي يحس بأنه هذا المنجز لخدمة، كل المشاريع هي متلكة وكل القطاعات ما جاي تقدم خدمات للمواطنين، وشوف يعني الأمور يعني ما براها متابعة من قبل المسؤولين، شوف الأمور عبثية للأسف الشديد، يعني لا المستشفيات مالتنا ترفع الراس، لا ملاعبنا ترفع الراس، لا مطاراتنا ترفع الراس. للأسف الشديد يعني احنا اليوم جاي نعيش في فوضى، وهاي الفوضى يعني لها
يعني تجليات مو حلوه على البلد يا استاذ العزيز. يعني نتمنى يعني من المسؤولين من السياسيين اللي عندهم حس وطني يعني ان ينتبهون لشعبهم، ينتبهون لوطنهم، ينتبهون للناس هاي اللي جاي. يعني الصراحه يعني بعد ما عندها طاقه تتحمل. يعني اضرب لك مثال استاذ العزيز، يعني احنا اليوم ما شاء الله الميزانيات الانفجاريه والميزانيات اللي هي اكثر من يعني ترفض للحكومات هذه اكثر من ميزانيه اي بلد مجاور. وابسط شيء اضرب لك مثال يا استاذي، يعني صاب عندنا لاعب كره القدم ومستشفياتنا لا اطبائنا للاسف الشديد قدموا الخدمه لهذا اللاعب ولا مستشفياتنا مؤهله لتقديم الخدمه. يعني هذا صراحه انا اشوفها اكبر معي يعني على مستوى العراق وهذا البلد اللي هو ولاد بالكفاءات بقدراته. يعني احنا طيب بهذا الموضوع اخوي عبد الرزاق، كيف يعني انت كمواطن عراقي كيف تلقيت هذا الاتصال او كيف رايت هذا الاتصال من رئيس الحكومه في حكومه الاطار التنسيقي شيع السوداني بهذا اللاعب عندما اتصل به للاطمئنان على صحته، يعني غاضا الطرف ومتجاهلا ان لا يوجد مستشفيات تعالج هذا اللاعب ويعني جرى نقله الى الكويت. استاذ عزيز بالوقت اللي احنا صراحه نشكر يعني رئيس الوزراء ومتابعته للاعبين والاطمئنان على صحتهم، كذلك احنا نتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني والعوده السريعه، لكنه يعني مساله معيبه، يعني مساله صراحه ما تليق لا بالحكومه ولا بالشعب العراقي. يعني احنا اليوم احنا يعني عندنا اطباء يشاركون بالبنان، اطباء يعني صراحه يعني يضاهون اطباء عالميين. نعم ليس على مستوى محلي وانما على مستوى عالمي. نعم نعم، لكنه للاسف الشديد ما اعرف يعني هي هذه المبادره من رئيس الوزراء لما ينقلها الى دوله اخرى، والدوله احنا نحترم يعني الخدمه مالتها ونحترم كل المساعده اللي قدمتها، لكنه هذا العراق يا استاذ العزيز، هذا العراق ابو الكفاءات، العراق صحيح. اللي يصدر العقول يصدر الكفاءات. يعني احنا لاعب يصاب ويتحول الى بلد مجاور، يعني احنا ما نريد ننتقص من اخواننا الكويتيين المشكورين حكومه وشعب، لكنه احنا نعيب حكومتنا على هذه الميزانيات الانفجاريه اللي ما قدرت توفر مستشفى يليق بالعراقيين، يليق بسمعه العراق، وهذا يعني ينطي انطباع سيء للحكومه ولل يعني حتى تنعكس سلبا على العراق وسمعته الدوليه، فاتمنى يعني يعالجون هذه الاخطاء وينتفون لانه كافي السرقات. ويعني احنا صراحه ما تليق بنا احنا كشعب. طيب معروف الاطباء الاكفاء العراقيون ما الذي يدفعهم الى الخروج يعني الى السفر خارج العراق والبحث عن فرصه لهم وعدم بقائهم في العراق برايك؟ استاذ عزيز انت تعرف كل الزين، يعني بعد 2003 اصبح كل كفاءة عراقية معرضة للتهديد ومعرضة للقتل. فكثير من الكفاءات العراقية ومن ضمنها الأطباء العراقيين هاجروا بسبب الحفاظ على أرواحهم. فإحنا اليوم يعني نفتقد الكفاءات العراقية من الأطباء، من أساتذة، من يعني من كل المجالات للأسف الشديد. إحنا نعرف العراقي ما يحب الغربة، يعني على مستوى الوطن العربي العراقي ما يحب الغربة ولا يحب الهجرة، لكنه هاجرت هذه الكفاءات وهذه العقول حفاظا على أرواحهم نتيجة التهديد من الدول المجاورة من المحتال من العدو، فهاجرت هذه الكفاءات. ونتمنى أن يعم الأمن والسلام والاستقرار ببلدنا حتى تعود هذه العقول والكفاءات للعراق، لأنه العراق محتاج الى ابناء اللي خدموه الصراحه. ف يعني ناشد الحكومه العراقيه بانه تنتبه للشعب العراقي وكافي يعني فساد، واتمنى ان يوصل حد يعني مثل ما انتم حاربتوا الارهاب
اليوم أتمنى تكون صولة على الفساد حتى على موت يستقر بلدنا، لأنه إذا بقى على هالوضع هذا ما يستقر البلد، يبقى فوضى، وهذا يعني معيب صراحة بسبعة العراق وأهل العراق. وتحياتي لك يا حبيبي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الرزاق، كنت معنا من بابل. نذهب لنتحدث عن أن العراق يدور على ما يبدو في السنوات الأخيرة بحلقة متكررة من أزمات المياه بسبب التغير المناخي والتلوث وبناء السدود على الأنهار ومن قبل دول الجوار، والسياسات المائية الخاطئة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال، إذ يصنف العراق عالميا كخامس أكثر دولة معرضة لخطر أزمة المناخ وفقا للأمم المتحدة، ويهدد الجفاف والإهمال الحكومي بشطب الأهوار من قائمة التراث العالمي بعد انحسار مياهها بنسبة 70%. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تأتينا في سياق هذا الفيديو الذي أعده لنا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين. وفي ذات السياق، في سياق الحديث عن أزمة جفاف الأهوار، حيث جدد العراقيون المتفاعلون والمدونون مطالباتهم بتدخل حكومي عاجل لانتشال الأهوار من واقعها تحت وسم أنقذ الأهوار تراث عالم أو تراث عالمي، بعد أن ضرب الجفاف مساحات واسعة من هذه المسطحات المائية التي عرفت بتنوعها البيئي. فلنتابع بعضا من التغريدات المختارة عبر منصة إكس تحت هذا الهاشتاج. زهراء الخاكاني غردت قائلة: منذ أكثر من 3 سنوات والأهوار تتعرض للجفاف، يا السوداني متى تتحرك نحو هذا الأمر وتجد حلا؟ متى تفعل شيئا لتنقذ تراثنا وحضارتنا و ثرواتنا الحيوانية والسمكية؟ رجاء تدخل في هذا الأمر. هاشتاج أنقذوا الأهوار تراث عالمي. جنى علقت قائلة: كل الدول تحاول تخلق شيء تتميز به، إلا احنا عدنا تراث عالمي ومستنقعات مائية ما لها مثيل بالعالم، بس بدون اهتمام. لا وعادي عدهم تطمس ولا يديروا لها بال. ذات الهاشتاج أيضا حسين قال: هنالك فاجعة إنسانية وبيئية كبيرة تحدث في الأهوار العراقية، مهد الحضارات للعالم ومن أكبر المستنقعات والأراضي الرطبة في الشرق الأوسط وأكثرها تنوعا من الجانب البيئي، قد تموت في الأيام المقبلة. تحت هاشتاج أنقذوا الأهوار ميس علقت قائلة: بلاد الرافدين أصبح بلا رافدين، العراق يموت من العطش، أنقذوا الأهوار تراث عالمي. إذن
هذه كانت التغريدات عبر منصة إكس والتي تابعناها معكم، وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صوتكم. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.